بداية النقطة الأساسية اللي كانت موجودة لحل مشاكل معينة، أهمها كان هي ندرة تواجد طابعات برايل للاستخدام الشخصي. الطابعات اللي موجودة كانت بشكل عام للاستخدام التجاري بشكل عام، يعني يتراوح تقريبا أبعادها ما يقارب المترين، متر إلى متر ونصف كطول ونصف متر تقريبا عرض. فهي الماكينات أو تعتبر هي الطابعات فقط يمكن استخدامها من قبل أشخاص تقنيين قادرين على الرؤية غير مكفوفين، بيعملوا بهذا المجال اللي هو مجال الطابعات أو مجال الطباعة بشكل عام. وإنما هي المشكلة اللي انحلت نحن أو حاولنا نحلها بشكل خاص هي تواجد هي الطابعات بالمنازل بشكل عام للطلاب، أو إن كان في الجامعات أو في المدارس أو حتى في المكاتب الخاصة اللي موجود فيها هذول أصدقائنا اللي هن موجودين المكفوفين ذوي الاحتياجات الخاصة. هذول الأشخاص هن عبارة عن أشخاص مثلنا قادرين على القراءة وقادرين على الكتابة أيضا، ولكن بيستخدموا طريقة مختلفة وهي لغة برايل. لغة برايل هي بشكل عام باختصار هي عبارة عن ست نقاط أساسية موجودة بيتم عمل توافقات بيناتهم، رقم 1 2 3 4 5 و6 نقاط. هي كل نقطة مثلا واحد رقم نقطة رقم واحد يومتها ترتفع، يومتها يصير في عندنا نتو فيها بتشكل حرف اي، وغيرها من الاشكال الاخرى بتسبب بتعمل نتوءات. فعلى هذا الاساس بيحس الشخص الكفيف هي اي حرف من الحروف هذا. النقطة الثانية الاساسية اللي انحلت بهي المشكلة هي محاولة تخفيف العبء المادي على الأشخاص اللي بدهم يشتروا هاي الطابعات. هي الطابعات موجودة لها مثيل، ولكن المثيل الموجود موجود حاليا فقط من قبل شركة واحدة في العالم، في السويد موجودة، ولكن هاي الأسعار تتراوح ما يقارب 3000 إلى 3500 يورو. يعني احنا عم نحكي عن أرقام فلكية ما بيقدر أي شخص ممكن يستخدمها بالبيت إنه يحطها موجودة عنده في البيت. بنفس الوقت نحن الأشياء الأساسية إنه هي بما إنه هي استخدام شخصي، فالتنقل تبع استخدامها بشكل عام رح يكون سهل. يعني أي شخص طبيعي مثل ما نحن عندنا الطابعات الموجودة نحن بنستخدمها بالبيت، اللي بنحطهم على جنب بأي وقت نحتاج تماما. ورقة أو بنحتاج أي شيء أو وثيقة ما، بهي الوثيقة نحن قادرين على الحصول فيها أي وقت. فهم أشخاص قادرين على الحصول على هي الوثائق بنفس الوقت. يعني يعني حجمها يناسب انه تنحط بمكتب صغير او بالبيت او تماما حجمها تقريبا ليس تقريبا 50 سنتيمتر عرض، عفوا طول، ارتفاع 15 سنتيمتر وعرض 25. يعني هي بتتواجد بأي مكتب، حتى على المكتب الشخصي مثلا للطالب ممكن تتواجد عليه من حيث ما تاخذ مساحة كبيرة وبنفس الوقت تحل له مشاكله. وبعدها انت قلت انه الطابعات المتوفرة حاليا يعني اسعارها فلكية 3000 3500 يورو، بحال توافرت هذه النوع من طابعة برايل للمكفوفين اذا انطرحت بالاسواق قد ايه ممكن تكون اسعارها؟ حاليا يعني لو نحن فينا نقول عن الرقم اللي نحن تكلفنا للعمل على هذا المجال، بما انه نحن طلاب هندسة وخلال هاي الطلاب بما انه نحن طلاب في خضم هذا الامر، كان في عنا مشاكل أساسية نحن حاولنا نحلها. فهي المشاكل الأساسية اللي كانت موجودة عنا تسببت بمصاريف زيادة. فيعني على الرغم من هاي المصاريف اللي تواجدت معنا كانت تقريبا ما يقارب 300 دولار إلى 350 دولار. يعني كان فرق هي كتير. هي 350 دولار هي التكاليف نحن اللي دفعناها. ولكن يعني إذا طرحت في السوق يعني يعتبر يقدر سعره تقريبا بما أتوقع ممكن يكون سعره 400 دولار، وهذا 400 دولار تقريبا تقدر بحاليا مع الليرة التركي، يعني حتى ما لم يخطر الرقم، ولكن ما نحن حيكون رقم يعني إنه صعب كتير مقارنة لا 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 ب 3000 دولار أو 3000 يورو. أبدا أبدا. يعني هي النقطة الأساسية للوصول كانت لحل المشكلة، واللي هي كانت السبب بتواجد أو ربحنا ألف بالمرتبة مبروك الرابعة. ألف تمام مبروك. تماما عبادة، يعني فارق السعر يعني تقريبا حوالي 10 أضعاف.
طيب عبادة، يعني هل في خطوات قادمة يعني أنتم ناويين عليها بعد المشروع لمثلا لبلورة هذا النموذج في الأسواق، لتبني أحد الشركات مثلا هذا المشروع لطرحه في الأسواق؟ هل في أي شركة أو جهة تواصلت معكم، أو أنتم شو ناويين للأيام القادمة؟ هلا نحن بداية هذا المشروع كنا يوم تبلشنا فيه يوم بدأنا فيه نحن كان بعد ما واجهنا الصعوبات بشكل عام نحن كان الفكرة الأساسية دخول مهرجان تكنوفيست، ولكن بعد دخول المهرجان كان في كم هائل وكبير من الإقبال على المشروع بشكل خاص. يعني كان في شخصيات كبيرة متواجدة، مثلا منها أكبر الشخصيات الموجودة بتركيا هو مركز الأبحاث التركي والدراسات اللي هو مركز توبي تاك، فهو كان في الرئيس تبعه دكتور بروفيسور دكتور حسن مندل كان تواجد شخصي معنا، حدثنا عن المشروع بشكل خاص، فذكر وذكر أمر أنه هذا المشروع يجب تعميمه بأقرب وقت ممكن لأنه بيحل مشاكل أساسية. نحن هذا المشروع يوم قمنا فيه كان المشروع بإمكانيات شخصية بحتة من دون دعم أي جامعة أو من دون دعم من قبل حتى جهات شركات أشخاص، حتى كان بين طلاب كان كل المصاريف اللي بتتواجد كانت تتقسم على عدد الأشخاص الموجودين، هنا 5 أشخاص، وعلى هذا الأساس طلعت الفكرة اللي نحن ممكن أو اللي هنا عم نفكر فيها صراحة. بعد 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 خضم المهرجان اللي عشناه اكتشفنا أنه هذا المشروع فعلا هو ليس مشروع فقط إبداعي، وإنما هو مشروع فعلا على أرض الواقع ممكن يتطبق وممكن يوصل لأشخاص أو ممكن يوصل لأماكن عديدة بسهولة، وإنما يحتاج إلى القليل من الدعم، ونحن للأسف نفتقر إلى هذا الدعم. هذا الدعم موجود عنا، يعني نأمل وننظر إلى شخص مثلا ممكن يساعدنا بالدعم هذا المشروع للوصول إلى السوق بشكل عام. نحن بالنهاية طلاب، نفتقر إلى الأفكار التسويقية، نفتقر إلى الجوانب قدرة الموجودة تمويلية عمل طبعا، يعني منها الجانب المادي ومنها الجانب التسويقي اللي هو يعتبر جزء واحد من أهم الأشياء اللي واحد بيستخدمه أو اللي هو بينظر له مشان الحصول على وحصولكم على المركز الرابع بهذا المهرجان، يعني هو خطوة جيدة للفت النظر لهيك مشاريع ولفريقكم. يعني عبادة فريقكم سوري بالكامل، يعني 5 طلاب سوريين بالكامل. صحيح. حكيت أنت عن أن الهدف أنه كان دخول المهرجان والمشاركة وأفكار إبداعية، لكن دائما وراء اختيارنا لهيك مشاريع بيكون في حدث إنساني، فكرة إنسانية. أنتوا كمجموعة 5 طلاب سوريين ليش اخترتوا هذا المشروع تحديدا لحتى تخففوا نفقاته لحتى تطوروه؟ هلا بداية الفكرة كانت عبارة عن فكرة كتير بسيطة، بحيث انه قبل ما ندخل بخضم هذا المشروع وقبل ما ندخل بخضم هذه الطابعة، صناعة هذه الطابعة، كانت فكرة كتير أساسية وهي تخفيف العبء على الأشخاص المكفوفين بالحصول على أشياء معينة. يعني نحن هون هدفنا الأساسي هو إحساسنا بهي الأشخاص المكفوفين ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تخفيف العبء عنهم من الجانب المادي. يعني هن بالنهاية أشخاص فقدوا البصر تبعهم، إما كان بسبب حدث معين أو ولادة معين ممكن يكون. إحنا كان الفكرة الأساسية واحد من الأفكار الأساسية إنه الأشياء اللي طلعت هو كان صديقنا واحد من أصدقائنا حمزة رنة طلع فيها، إنه هو الأشخاص المكفوفين اللي فقدوا نظرهم خلال فترة الثورة السورية من قبل نظام أسد، ف فقدهم للنظر او اصبح بما انه اصبحوا اشخاص كفيفين، فهم اشخاص من حقهم كمان انه يكملوا بحياتهم الطبيعيه. فيعني احساسنا ب ب ب او 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 اهميتنا واهتمامنا ودقتنا بنقطه انه هن اشخاص لازم يتابعوا حياتهم مثل ما نحن بنتابع حياتنا، هي كانت واحده من اهم النقاط اللي وقفنا عندها. ف وهي كانت واحده من الجوانب. والأشخاص الكفيفين بشكل عام هن الهدف
او الاشخاص او هن الاشخاص الموجودين او هن المجموعه المستهدفه بالنسبه لنا. جميل جدا. يعني عبادة معلش تذكر لنا أسماء الأصدقاء اللي شاركوا معك بتطوير، لنوجه لهم تحية كمان ونتشكرهم على هذا الأداء، وإن شاء الله مزيد من الله التوفيق. يخليك. أولا نحن عندنا 5 أشخاص كنا متواجدين، عملنا بجوانب مختلفة. كنت أولا بداية أنا عبادة الشحادة، طالب يلدز في جامعة يلدز التقنية، هندسة تحكم وأتمتة، كنت قائد الفريق وكنت المتابع في القسم اللوجستي منه. في عنا صديقنا محمد فريد الحافظ في جامعة يلدز التقنية، أيضا في نفس الفرع هندسة تحكم وأتمتة، كان مهتم في الجانب البرمجي وتصميم الواجهة الأساسية للمستخدم. في عنا صديقنا كمان أيضا بشر قلعجي من جامعة يلدز التقنية، كلية في أيضا في فرع التحكم والأتمتة، كان مهتم في الجانب الكهربي لهذا التصميم. في عنا صديقنا عمر صبرة كعك في جامعة يلدز التقنية، ولكن في هندسة الميكاترونكس، كان مهتم في الجانب الميكانيكي وجانب الهيكل وتصميم الهيكل الخارجي للطابعة. أخيرا عندنا صديقنا محمد حمزة رنة، أيضا من جامعة يلدز التقنية في فرع التحكم والأتمتة، وكان هو شخص فاعل في هذا المشروع وكان عم يساعد الجميع طبعا في أكيد نوجه لهم تحية للجميع، لكن خليني نروح أكثر على الجانب إنه هذه الطابعة بما إنه عم تتعامل مع المكفوفين، كيف تأخذ أوامرها؟ عن طريق بصريا ولا عن طريق الحروف النافرة ولا كيف؟ يعني لحتى اللي ما بيعرف من المتابعين يعرف شوي آلية عملها. هلا نحن مثلا على سبيل المثال بداية عندنا 3 جوانب أساسية، هي الجانب البرمجي والجانب الكهربي والجانب الميكانيكي. الجانب الأول شيء البرمجي اللي موجود عندنا، بيتم الشخص بيضع الشخص نص أو جمل أو كلمات معينة في الكمبيوتر أو عن طريق الحاسب، عن طريق برنامج، اللي هو البرنامج هو كما تم تصميمه بشكل خاص ببرمجيات خاصة فينا نحن، كانت بجهد شخصي، لم ما كانت هي عبارة عن 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 واجهات بلت إن، يعني واجهات جاهزة الاستخدام. بعد إدخال هاي الجمل أو كان في أو في ممكن إدخال ملفات بشكل عام مختلفة، منها PDF أو منها الوورد بشكل عام، بيتم إرسال هاي الكلمات وتحويلها لغة برايل من دون محاولة فهم لغة برايل. يعني على سبيل المثال أنا لو كتبت مرحبا باللغة العربية أو هلو اللغة الإنجليزية، أنا بشكل خاص ما في داعي أكون بعرف اللغة مشان الطابعة تقدر تفهمها. جميل. فخلال هي الفترة أو خلال هي البرمجيات بداخل الخوارزميات والبرمجيات اللي احنا اشتغلنا عليها، الواجهة الأساسية كانت هي واجهة سهلة الاستخدام بشكل كبير. يعني عندنا تقريبا 3 أقسام فقط، هي عبارة قسم اطباع وقسم السكانر اللي هو المسح الضوئي، في عندنا قسمين هي تدعم اللغة الإنجليزية وتدعم اللغة التركية، كانت كنا عم نعمل على اللغة العربية إن شاء الله بأقرب وقت. إن شاء الله. بعد هي الطابعة، بعد ما ينكتب بداخل هذا البرنامج الأشياء الموجودة، أضفنا إضافة جميلة كانت واحدة من أهم الإضافات موجودة، بحيث إنه نخلي الأشخاص المكفوفين يستخدموا هي الطابعة من دون ما يحتاجوا شخص قادر على الرؤية. يعني المكفوف هون بيكون عبارة عن شخص مستقل بنفسه، لا تماما، يحتاج هو شخص. منفذ وبيكتب وبيطبع وبيحصل على المنتج النهائي عن طريق هذه الطابعة. يعني يعطيكم ألف عافية ونتمنى مزيد من التطور إن شاء الله، وبمهرجانات قادمة تكونوا تاخذوا المراكز لسه كمان ثالث وثاني إذا بدكم، ليش الأول ليش لا. عبادة الشحادة طالب هندسة تحكم وأتمتة، نتمنى لك إلى كل الفريق مزيد من التقدم والنجاح. شكرا كثير لك. يعطيك العافية عبادة.